بعض باللي صوت عالي مع بعض جاهزين في سبيل الله قمنا يا غالي بالله طفي طفي عندك ابو ابو العبد انعم واكرم بالذي حمل الكتاب فداك حشد دون نفسك يذهب قد قام في الدنيا اخمن للدماء تكبير دستورنا دستورنا منهاجنا منهاجنا غرد واصطح في القرآن اكمل المصحف فجرا عصرا يعشق روحك هذا وتلقى الأجر تلقى الخير وتلقى الأجر. اليوم يجينا لنصرة الدين الإسلام لرفع الظلم عن كتاب الله عز وجل، واليوم جايين نوجه رسالة للغرب كلياته وللأمم العربية كلياتها. نحن اليوم ما تعدينا ولا على أي دين ولا على أي منهج من مناهج، كان مسيحي كان شو من كان يكون دينه، نحن ما تعدينا على حد، ونحن لن نتعدى على الإسلام ولن نعدها طائفية. نحن مؤمنين بالله عز وجل ومحمد رسول الله، واليوم أطفالنا حافظين القرآن، إن حرقتم القرآن فهو في قلوبنا. ونحن من إدلب نقول إلى كل الدول التي تحاول الإساءة للقرآن الكريم أو لرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بأننا بالمرصاد لكم في كل مكان إن شاء الله تعالى، إن كان في ساحات الاحتجاج وإن كان في ساحات الميادين وفي ساحات المعارك إن شاء الله. يا شيخ استنى شوي لا تعمل افتحوا فأمتنا